المنادى. كلمه المنادى كلمه بنسمعها كتير قوي في اسلوب بناخده في النصوص، اسم سوره ايه؟ اسلوب النداء. طيب لما نحط جمله زي جمله يا مصر، لما اسالك اقول لك ده اسلوب ايه؟ هتقولي لي اسلوب نداء. زي ما اتعودنا عرفناه منين؟ ان عندي اداه اسمها اداه النداء عرفتني ان دوت اسمه اسلوب نداء. اي اسلوب في الدنيا بيتكون من اجزاء، يعني معنى كده ان المنادى جزء من اسلوب اسمه اسلوب النداء. يبقى المنادى دوت جزء اسلوب اسمه اسلوب النداء بيتكون من جزئين. يبقى احنا قلنا اي اسلوب في الدنيا بيتكون من اجزاء زي كده اسلوب النداء. ما دام اسلوب النداء ده اسلوب يبقى ليه ركنين مهمين. الركنين دول هنلاقيهم في كلمه زي كلمه يا مصر، جمله يا مصر. عندي يا وعندي هنا كلمة مصر. هبص على يا ديت، يبقى هي ديت أداة النداء. والاسم الذي يلي أداة النداء يسمى المنادى اللي هو عنوان درسنا النهارده. أنا هاخد جزء جزء وأتكلم عنه. هي أداة النداء بس هي يا؟ أنا عندي أدوات النداء بتنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأولاني في أدوات للنداء القريب، وعندي كمان أدوات النداء البعيد، وعندي أدوات مشتركة للنداء القريب والبعيد. ايه هي الادوات اللي انا بستخدمها للنداء القريب؟ هلاقي عندي ادتين، عندي الهمزه و تمام، زي ما اقول كده بالظبط ام محمد اقبل. محمد دوت شخص قدامي قريب مني، فلما بندهله ببقى محتاجه اداه للنداء تكون تستخدم لحد قريب، بستخدم الهمزه، اقول هنا ام محمد ايه؟ اقبل. طيب ولو جيت استخدم اي، ممكن في نفس المثال اي محمد اقبل. ما دام استخدمنا الهمزه او اي يبقى المنادى عندي منادى ايه؟ قريب. تمام؟ طيب ايه هي الاداه او الاداتين اللي بستخدمهم للنداء البعيد؟ عندي ايا وهيا. وخلي بالنا من كلمة هيا، لأن عندي كلمة تانية اسمها هيا، في فرق ما بين الاتنين، هيا الهاء مفتوحة والهاء مفتوح. طيب هستخدمهم كده في مثالين، هقول هيا شعب مصر التحت. عندي أداة النداء هنا، هيا بستخدمها للنداء البعيد، تمام؟ عندي زيها بالظبط، ممكن أحط هيا أستبدلها وأقول هيا شعب مصر التحت. طيب لكن في الشارع احنا بنستخدم اداه مشتركه للنداء القريب والبعيد اللي هي بنستخدمها كتير جدا، اداه النداء ياء. سواء كان المنادى قريب او بعيد بستخدم اداه النداء ياء. لحد دلوقتي انا شايفه ان مفيش مشكله في ادوات النداء، يبقى انا عندي ادوات النداء بتنقسم الى ادوات النداء القريب والنداء البعيد، وادوات اداه مشتركه للنداء القريب والبعيد. خلاص؟ أدوات النداء ديت حروف، والحروف دايما مبنية. أداة النداء بتيجي في أول الجملة، وما دام بتيجي في أول الجملة يبقى هي أداة نداء مبنية أو حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب. خلصنا من الجزء الأولاني اللي بيكون لي أسلوب النداء اللي هو أداة النداء. ندخل على الجزء الثاني اللي هو المهم عندي النهاردة، المنادى. عايز أعرف إيه هو المنادى؟ من خلال جملة يا مصر. المنادى اللي جاي بعد أداة النداء هي كلمة مصر، تمام كده؟ طيب أنا عايز أعرف مصر دي هي اسم ولا فعل؟ طبعًا مصر كلمة اسم، تمام؟ طيب يبقى اسم، يبقى المنادى دوت عبارة عن اسم ظاهر ليا في الجملة، ما هواش مستتر، يبقى المنادى اسم ظاهر جاي فين في أسلوب النداء؟ يأتي بعد أداة النداء. طب يا ترى أسلوب النداء أصلًا غرضه إيه؟ أنا لما بقول يا محمد، يا طالبة، يا بائع الخبز، أنا الأسلوب ده بستخدمه علشان أنبه، علشان أطلب الحضور، حد مش سامعني أنبهه ينتبه فيرد عليا أو ياخد باله من اللي أنا بشرحه،
بنده لحد بطلب حضوره او بستدعي حضوره. يبقى المنادى دوت عباره عن اسم ظاهر ياتي بعد اداه النداء ليه غرضه؟ لطلب الحضور او التنبيه. يبقى اول جزء هنكتبه في القاعده اسلوب النداء زي ما اتفقنا، ده اسلوب يعني بيتكون من اجزاء، يتكون من اجزاء. الجزئين المهمين في اسلوب النداء اداه النداء بيليها المنادى. اتكلمنا عن ادوات النداء، وقلنا ادوات النداء في منها ادوات القريب والبعيد وادوات مشتركه بين القريب والبعيد، تمام؟ يبقى ادوات النداء تنقسم الى واحد أداتين لنداء القريب اللي هما فكر مع بعض الهمزة وألف. عندي كمان أداتين لنداء البعيد هما زي ما درسنا ها هيا وهيا. وقلنا ان في اداه مشتركه، اداه مشتركه لنداء القريب والبعيد هي نسبة دينا كتير جدا. يعني اتكلمنا عن المنادى وتعرفنا على المقصود بالمنادى، عرفنا ان المنادى هو جزء اساسي او ركن اساسي موجود في اسلوب النداء، هو عبارة عن طبعا اسم ظاهر يعني موجود وشايفينه، يأتي شرط ان هو يبقى منادى ان هو ياتي بعد ايه؟ اداة النداء. اكيد المنادى ده ايه غرض؟ تمام؟ ايه غرض المنادى؟ للتنبيه او لطلب الحضور. طبعا الكلام دوت سهل ما فيهوش اي مشكله. دلوقتي هنتكلم عن انواع المنادى. المنادى ينقسم الى نوعين. طبعا نفتكر مع بعض احنا خدنا الاسماء في منها المبني في منها المعرب. يعني ايه معرب؟ معرب يعني اقول عليه ما اقدر اقول عليه مرفوع او منصوب او مقلوب. المنادى عندي الاصل بتاعه ان هو يكون معرب. تمام؟ وعندي نوع تاني للمنادى بسميه مبني. احنا قلنا الاصل في المنادى ان هو يكون ايه؟ معرب، تمام؟ والاصل فيه في الاعراب ان هو يكون منصوب، يبقى المنادى المعرب بيبقى اعرابه ايه؟ بيكون اعرابه ان هو منصوب، تمام؟ معرب يعني منصوب، يعني اصلا كلمه معرب معناها الاسم لو بيكون مرفوع او منصوب او مجرور، لكن في المنادى المنادى بيختص بالايه؟ بالنص. طيب المنادى المعرب بينقسم لثلاث انواع. عندي مضاف وعندي شبيه بالمضاف وعندي نكره غير مقصوده. طب انا اعرف ازاي اطلع نوع المنادى؟ نبص مع بعض كده على الجمله اللي انا هستخدمها دلوقتي. لو قلت اي ابناء الوطن اتحدوا، دايما بعد اسلوب النداء
ده بنحط فاصلة وتيجي جملة فعلية أو جملة اسمية بتكمل المعنى. طبعا لو بصينا على الأسلوب دوت هيبقى أسلوب إيه؟ نداء. عرفنا منين إن هو أسلوب نداء؟ لأنه يبدأ بأداة نداء. وعرف أسلوب النداء إزاي؟ بيبدأ بأداة نداء. أي ديت؟ أداة نداء. طبعا لو عايز أعرفها هعرفها إزاي؟ أدوات النداء دي حروف، تمام؟ والحروف من الحاجات المبنية اللي إحنا درسناها. يبقى أي حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب. طيب فين المنادى؟ احنا في التعريف بتاعنا قلنا المنادى اسم ظاهر بيجي بعد أداة النداء، تمام؟ يبقى عندي هنا كلمة أبناء هي المنادى. طب أنا فاضل لي إعرابه، سيبي إعرابه لحد ما نعرف نوعه. أنا لو جيت أعرف كلمة الوطن هبص هلاقي إن كلمة الوطن كلمة معرفة جاءت بعد كلمة نكرة، جت ووضحت لي المعنى. أنا لما أقول أي أبناء وسكت أنا ما فهمتش أبناء إيه، فلما جت كلمة معرفة بعد الكلمة النكرة وضحتها لي، زودت لي المعنى، كملت لي المعنى، ففهمت إن أنا النداء بتاعي لأبناء الإيه؟ الوطن. هاجي أعرف كلمة الوطن، ما دام هي كلمة معرفة جاءت بعد كلمة نكرة وضحتها لي أو أزالت الإبهام فيها، يبقى بعربها مضاف إليه مجرور. هنا طبعا مجرور بالكسر. أول ما الاقي بعد المنادى مضاف إليه دايما بيبقى نوع المنادى هنا مضاف، لأن طبعا المضاف إليه ده ركن أساسي بيجي قبليه ركن اسمه مضاف. يبقى أول نوع اتعرضنا ليه في أنواع المنادى المعرب المنادى الإيه؟ المضاف. بعرفه إزاي؟ إيه هي علامة المنادى المضاف؟ إن بيجي بعد المنادى مضاف إليه، تمام؟ طيب لو هنيجي نطبق الكلام دوت على الأمثلة اللي عندي. لما أقول هنا يا طالب العلم اجتهد، طبعاً دوت أسلوب نداء. عرفنا منين هو أسلوب نداء؟ لأنه بدأ بأداة نداء. أعرف أداة النداء إيه؟ أداة النداء حرف، تمام؟ فبقول عليه حرف مبني لا محل له من الإعراب. فين المنادى؟ المنادى هو الاسم الظاهر الذي يأتي بعد أداة النداء اللي هو كلمة طالب. هعرفها إيه؟ هقول عليها منادى. نوعه وإعرابه هعرفه لما أعرف كلمة العلم. هبص على كلمة العلم لقيتها كلمة معرفة أتت بعد كلمة نكرة وضحتها وأزالت الإبهام فيها، يبقى أعربها مضاف إليه. ما دام الكلمة اللي جت بعد المنادى أعربتها مضاف إليه يبقى المنادى هنا نوعه مضاف. طب أعربه إزاي؟ أنا لازم أحط كلمة مضاف جوه الإعراب. أقول هنا منادى مضاف، وأنا من شوية قلت الأصل في المنادى إن هو يكون منصوب، يبقى منادى مضاف منصوب بالإيه؟ بالفتحة، طبعًا بالفتحة عشان كلمة طالب كلمة مفردة. هننتقل للمثال اللي بعده. هيا يا طالبات العلم اجتهدن. فين أداة النداء طبعًا؟ هنبص هنلاقي كلمة إيه؟ هيا، تمام؟ يبقى المنادى الذي يأتي بعدها الاسم الظاهر الذي يأتي بعدها كلمة طالبات. عايز أعرف نوع المنادى عشان أقدر أعرفه. أنا ما ينفعش أعرف المنادى غير لما أقدر أعرف نوعه. هبص على كلمة العلم، كلمة معرفة جاءت بعد كلمة نكرة وضحتها لي، أنا هعربها على طول مضاف إليه مجرور هنا، طبعًا مجرور بإيه؟ بالكسرة، تمام؟ يبقى نوع المنادى هنا مضاف، أقدر أعربه بعد ما أعرف نوعه بسهولة. أقول طالبات منادى لازم أحط نوعه، منادى مضاف ماله؟ ما دام معرب يبقى منصوب، منادى مضاف منصوب بالإيه؟ بالكسرة. تمام. ليه هنا منادى مضاف منصوب بالكسره ما قلتش بالفتحه؟ طالبات، تمام، طالبات جمع ايه؟ جمع مؤنث، وجمع المؤنث بينصب بالكسره، بيرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. اي صاحب السياره لا تسرع. عرفنا منين هي صاحبي مش صاحبي؟ احنا قلنا جمله النداء لازم بيجي وراها جملة اسمية أو جملة فعلية بتكملها لي. بصيت على الجملة اللي جاية وراها لا تسرعوا، لقيت الفعل متصل ب واو الجماعة، يبقى أكيد الكلام هنا للإيه؟ للجمع. هنا صاحب السيارة
لا تسرع. عايز اعرف نوع المنادى ابص على الكلمه اللي بعده لقيتها مضاف ليه يبقى نوع المنادى هنا مضاف. اعرفه ازاي؟ انا عرفت نوعه اقدر بسهوله اعرفه، اقول منادى مضاف منصوب فاضل لي العلامه. احنا قلنا الكلام هنا موجه لمين؟ اللي ده هنا موجه لمين؟ للجمع، تمام؟ وده جمع مذكر سالم. احنا متعودين بالله الجمع المذكر السالم زي كلمه معلم جمعها معلمين، مهندس مهندسين، يعني علامه جمع المذكر السالم الياء والنون. انا لما اقول هنا لو قلت ياء ياء محبي العلم، كلمة محبي دي أصلا كلمة جمع مذكر سالم، عرفتها إزاي؟ أصلا كانت محبين، محبين العلم، يا محب العلم احرصوا عليه. خلاص؟ طب أمال فين النون بتاع جمع المذكر السالم؟ إحنا قلنا جمع المذكر السالم لابد أن ينتهي بياء ونون أو واو ونون حسب علامة الإيه؟ الإعراب، سواء كان مرفوع أو منصوب أو مرفوع. طيب ما دام هنا العلم عندي مضاف إليه يبقى النون ديت ما ينفعش تبقى موجودة. النون لابد أن تحذف للإضافة. أنا بحذف النون الإضافة لسببين. إذا المضاف إليه ده إذا سبقه جمع مذكر سالم أو مثنى، لأن جمع المذكر السالم بينتهي بواو ونون أو ياء ونون، والمثنى كمان بينتهي بألف ونون أو ياء ونون. فلما بيجي ورا المثنى جمع المذكر السالم مضاف إليه تحذف النون للإضافة. الكلام ده صعب يا جماعة؟ يا عاملي المصنع أتقنا عملكما. طيب أنا ليه قلت يا عاملي مش عاملي؟ علشان لقيت الجملة اللي بعد أسلوب النداء بتتكلم على الإيه؟ على المثنى. طيب يبقى انا ساعتها بمنتهى البساطه لما بصيت على كلمه المصنع ولقيتها مضاف اليه يبقى اقدر اعرف كلمه عاملي عاملي منادى مضاف منصوب بالايه هنا؟ بالياء. طب فين النون بتاعت المثنى؟ بالاضافه. كان الجمله اصلها يا عاملي المصنع. ما دام لقيت مضاف اليه يبقى من الصعب ان انا اقدر احط النون بتاعت المثنى فتحذف النون بالاضافه فتصبح يا عاملي الايه؟ المصنع. خلاص؟ طيب يبقى انا كده اوصل لنقطه مهمه ان علامه النصب ممكن تكون الفتحه، ممكن تكون الكسره، ممكن تكون الايه؟ الياء، تمام؟ مع المنادى المضاف. طيب نبص على المثال الاخير ده. آب الاخلاق ابشر بالخير. طبعا اسلوب نداء، عرفنا ان ايه اسلوب نداء؟ ان بادئ بأداة النداء آية، وآية قلنا أداة نداء بتستخدم للنداء البعيد. آية ذا الأخلاق، لو بصينا على كلمة ذا نفتكرها مع بعض، خدناها قبل كده من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة كلمة ذا بالأخص لازم يجي وراها مضاف إليه، يبقى نوع المنادى هنا مضاف، فاضل إعرابه. لو نفتكر مع بعض كده الأسماء الخمسة كان إعرابها مختلف شوية. قلنا الأسماء الخمسة كانت ترفع بالواو، تنصب بالألف، تبر بالياء. يبقى كلمة ذات عارفها ازاي؟ منادى مضاف منصوب عشان هو معرب. منصوب بقى هنا بإيه؟ بالألف. ليه بالألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. تمام كده؟ يبقى أنا أستنتج من الكلام اللي أنا قلته دوت إن المنادى اسم ظاهر يأتي بعد أداة النداء للتنبيه أو لطلب الحضور. قلنا انواع المنادى عندي معرب وعندي مبني. اتكلمنا عن جزء من المعرب هو المنادى المضاف. بعرف المنادى المضاف ازاي؟ لابد من وجود ركن اساسي بعد المنادى يعرب مضاف اليه. يبقى ساعتها نوع المنادى منادى مضاف. اعرابه ايه؟ ان هو بيكون منصوب، لان الاصل في المنادى انه يكون منصوب. طيب علامات نصب المنادى المضاف. المنادى المضاف ينصب بالفتحه، بالكسره، بالياء، بايه كمان؟ بالالف اذا كان من الاسماء الخمسه. نكتب مع بعض الكلام دوت في القاعده. ينقسم المنادى الى نوعين.
خدنا النوع الاول المنادى المعرب، النوع الثاني المنادى المبني. هو اول نوع تعرضنا ليه المنادى المعرب. المنادى المعرب الاصل فيه ان يكون ايه؟ منصوب. والاصل فيه ان يكون منصوب. اتفقنا مع بعض كمان وينقسم الى المنادى المعرب ينقسم الى ثلاث انواع: المنادى مضاف، المنادى المضاف اثنين، المنادى الشبيه للمضاف ثلاثة، المنادى النكرة غير المقصود. تاني نوع هنتكلم عنه منادى شبيه بالمضاف. يا طالبا للعلم اجتهد. فين المنادى في الجمله دي؟ كلمه طبعا ايه؟ طالبا. عرفنا منين هي المنادى؟ لانها اتت بعد اداه النداء. لازم دلوقتي عشان اقدر اعرف المنادى هنا ان انا اعرف نوعه. طيب اعرف نوعه ازاي؟ احنا في المنادى المضاف قلنا هنبص للكلمه اللي بعد المنادى. كانت مضافة ليه؟ من نوع المنادى مضاف. طب نبص في الجملة ديت، قلت يا طالبا للعلم. لقينا كلمة للعلم ديت شبه جملة، ما هياش مضافة ليه. طب هي شبه جملة ليها أهمية في الجملة؟ أنا لو قلت يا طالبا وسكت، أنا كده يعني أي طالب، مش قاصد طالب معين، لكن لما وضحتها أو خصيتها بجملة للعلم يبقى أنا كملت المعنى بتاعي، وضحت المعنى بتاعي، قلت يا طالبا لإيه؟ للعلم. يبقى الجار والمجرور دوت جاء بعد المنادى ليوضحه، ليكمل معناه. يبقى احنا كده لو جينا فكرنا هنبص هنلاقي إن الجار والمجرور اللي جاي بعد المنادى بيشبه المضاف إليه اللي جه بعد المنادى في اللي هو المنادى الايه؟ المضاف. شبهه ايه؟ ايه الشبه اللي ما بين النوع دوت والنوع نوع المنادى المضاف؟ انه ان المضاف اليه زي الجار والمجرور بيكمل المعنى وبيوضحه. يبقى من هنا اقدر اوصل للنوع الثاني، هو النوع دوت شبه الايه؟ شبه المضاف، فبسميه منادى شبيه بالمضاف. ايه وجه الشبه؟ ان زي ما المضاف اليه بيكمل المعنى او بيوضح المعنى للمضاف، أنا عندي الجار والمجرور هنا بيوضح المعنى للإيه؟ للمنادى. طيب للمنادى، بس باختلافات. إيه هي الاختلافات؟ أنا لو بصيت لجملة يا طالبا العلم وهنا يا طالب، يا طالب العلم اجتهد. نطلع الاختلافات، احنا قلنا يا طالب العلم نوع المنادى هنا مضاف، علشان العلم مضاف إليه. يا طالبا للعلم نوع المنادى هنا شبيه بالمضاف. شبهه في ايه؟ ايه وجه الشبه؟ ان جار والمجرور هنا عمل نفس الوظيفه بتاعت المضاف اليه اللي هي التوضيح، توضيح المعنى، تمام؟ طيب ايه بقى الاختلافات؟ احنا طلعنا وجه الشبه، ايه الاختلافات؟ هنبص على كلمه طالبا وكلمه طالب. كلمه طالبا في الشبيه بالمضاف شكلها عامل ازاي؟ منونه. لازم هتلاقي التنوين بالفتحة عليها، لازم هقول يا طالبا، ده لو كانت مفرد. لو كانت مثنى أو جمع هحط
هرجع الايه؟ النون اللي انا حذفتها هنا للاضافه. تمام؟ هقول هنا يا طالبا للعلم. تاني شاب تاني وجه اختلاف ان هنا جاي اللي بعد منادى جار ومجرور. طبعا ما جاش مضاف اليه، ما جاش مضاف اليه هيتحول النوع لايه؟ للمضاف. تمام؟ يبقى الفرق او الاختلاف بين المنادى شبيه بالمضاف والمنادى المضاف ان المنادى بيجي منون او بيجي نون، زائد ان الجمله اللي بتيجي او بيجي بعد المنادى جار ومجرور. تمام؟ طيب ده هنا في حاله المفرد. لما نبص للامثله بتاعتنا هنا، يا محبا للعلم لا تبخل به. هبص على المنادى الاقيه مفرد، يا محبا للعلم. لقيت المنادى منصوب ومنون وجاي وراه جار ومجرور، يبقى نوع المنادى هنا ايه؟ شبيه بالمضاف. ما اقدرش اقول عليه مضاف علشان ما فيش مضاف اليه. هو شبه المضاف في ايه؟ ان الجار والمجرور بعده جه علشان يوضح لي المعنى ويكمل لي المعنى. في اختلاف؟ في اختلاف ان المنادى جه منون. طب انت قلت لنا ان ممكن يجي كمان به نون. ده في حاله ايه؟ حاله المثنى وحاله جمع المذكر السالم. يا عاملين في المصنع اتقنا عملكما. طبعا انا عرفت ان هي عاملين علشان الكلام بعدها بيتكلم معاه ضمائر الايه؟ الف الاثنين اللي تدل على المثنى. اتقنا عملكما، يبقى ديت يا عاملين. فين المنادى؟ كلمة عاملين، لأنها أتت بعد أداة النداء. فاضل أعرف نوعها عشان أعرفها. نوعها إيه؟ لقيت إن في نون موجودة في المنادى وجاي وراها جار ومجرور، يبقى على طول أقول نوع المنادى هنا شبيه بالإيه؟ بالمضاف. طب أنا عايز أحول النوع ده اللي هو شبيه بالمضاف لمضاف، أعمل إيه؟ يبقى كل اللي أنا أقدر أعمله إن أنا أشيل النون والجر والمجرور دوت أخليه كلمة واحدة معرفة. تمام؟ هقولها إزاي؟ هقول يا أنا قلت أحذف النون، يا عاملي المصنع. تمام؟ يبقى هنا أنا بسهولة قدرت أحول المنادى الشبيه بالمضاف إلى منادى مضاف. أعمل إيه؟ أشيل النون أو التنوين لو كان مفرد، وأخلي الكلمة اللي جاية بعد المنادى معرفة، ما أخليهاش جر ومجرور. تمام كده؟ طيب هيا لاعبين بالكرة حافظوا على بنيانكم. فين المنادى؟ لاعبين. عرفتوا منين؟ جاي بعد أداة النداء. نوعه إيه؟ عشان أقدر أعرفه أبص على المنادى والكلمة اللي بعدها. لقيت المنادى هنا ده جمع والنون بتاعته موجودة، تمام؟ ما اتحذفتش، وجاي وراها جار ومجرور، يبقى نوع المنادى هنا شبيه بالمضاف. وانا قلت قبل كده ان المنادى المضاف والشبيه بالمضاف من انواع المنادى المعرب، وبما ان المنادى المعرب معرب بيبقى ايه؟ منصوب. يبقى انا ساعتها اعرف كلمه لاعبين منادى منصوب بالياء، منادى شبيه بالمضاف منصوب بالايه؟ بالياء. ليه؟ لانه جمع مذكر سالم. يا راغبات في التفوق اجتهدن. طبعا الكلام هنا لايه؟ للمثنى. تمام؟ طيب المنادى عندي كلمه راغبات. تمام؟ نوع المنادى هنا ابص للكلمتين. طبعا يا ميس طب ما هنا ما فيش تنوين، اعرف منين؟ طب ما تبصي وراها. لقيتي جار ومجرور، يبقى نوع المنادى هنا شبيه بالمضاف. يبقى اعرف كلمه راغبات منادى شبيه بالمضاف. ماله؟ منصوب. تمام؟ عشان هو معرب منصوب هنا بايه؟ بالكسره، عشان جمع مؤنث سالم. الكلام ده ما فيهوش اي مشكله، كلام بسيط. يبقى انا استنتج في النهايه ان المنادى الشبيه بالمضاف يشبه المنادى المضاف في ان ركن الجار والمجرور في الشبيه بالمضاف بيوضح لي المعنى وبيكمل لي المعنى، زي ما المضاف اليه بيوضح لي الغموض او الابهام اللي موجود في الكلمه النكره السابقه عليه. تمام؟ العلامه او الاختلافات اللي ما بين المنادى الشبيه بالمضاف والمضاف ان المنادى الشبيه بالمضاف بيكون منون او به نون وياتي بعده جارا ومجرورا.
وبكده نكون انتهينا من المنادى المضاف للشبيه بالمضاف. خلاص مفيش مكان على السبوره كده.